أحييكم بتحية المسيح، تحية رب السلام ومانحه يسوع المسيح، وحلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية، ومعكم باستمرار حياكم المسيح. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في تأمل جديد من الكتاب المقدس. وتأمل اليوم يقول: فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس. أعمال 9 لآيات 4 و5. طبعا كلنا نعرف هذا الحدث الكبير اللي غير حياة شاول من إرهابي مضطهد لكنيسة الرب إلى حمل وديع ورسول المسيح. وكان بولس في ذلك الوقت بطريقه لوين؟ لدمشق، علشان يضطهد شوية مسيحيين هناك ويقتل منهم اللي يقتل ويزجن اللي يزجن، أو يمكن يبي ياخذ فلوسهم بحجة الجزية أو ما شابه ذلك. السؤال اللي يطرح نفسه هو: إذا كان في هذا الوقت أن شاول ما كان يؤمن بالمسيح بعد، وكان يظن أنه مات مصلوب ودفن في أورشليم، وما كان يعرف عن قيامة المسيح بعد، فكيف هو شعور شاول لما شاف المسيح يسوع الناصري وهو حي يتكلم معه عند مدينة دمشق؟ بل السؤال المهم والأهم هو: هل تقدر تتخيل مشاعر شاول في هذه اللحظة لما عرف الحق في المسيح، وأنه كل اللي قتلهم واضطهدهم من المسيحيين من قبل كان غلط فادح، وأنه قتل إخوته في الإيمان وهو ما يعرف، وأنه كان يقتل الناس اللي حبته من جد وكانت تصلي من أجله؟ السؤال موصول لك أنت اللي قاعد هناك وتشوف هذه الحلقة من خلال شاشة جهازك، وتلاحظ تباين وتضارب المشاعر عند بولس وعندك الآن. كيف يكون شعورك أنت لما تعرف الآن أنه المسيح صلب من أجلك وفي اليوم الثالث قام؟ ليش؟ عشان يخلصك ويفرحك في هذه الحياة، وتكون الأبدية هم بعد من نصيبك. الحقيقة أن المسيح أحبك، هكذا أحبك محبة أبدية حتى الموت. تخيل أنه المسيح واقف قدامك الآن، إيش هتقول له؟ أنا شخصيا ما أعرف كيف هيكون موقفي، لأنه طول عمري وأنا أحب المسيح وحب المسيحيين وشوف الأمانة وحسن المعاملة عندهم. أنت إيش تشوف وتحس فيه الآن؟ هل أنت تحس مثلي الآن؟ أو تحس مثل بولس الرسول من زمان؟ السؤال لك، وأتركك عشان تفكر فيه، والمسيح يقود أفكارك وخطواتك، والرب يباركك الآن وكل زمان. آمين.
الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي ومحى كل الظلام ربي رئيس السلام، ومحى كل الظلام ربي رئيس السلام، عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي انا عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، بها ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي بها ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي قلبي صار طليق الحر أشرق بها شمس البر، قلبي صار طليق الحر أشرق بها شمس البر، نبضه يغني ينادي. يوم عرفت الفادي نبضه يغني ينادي. يوم عرفت الفادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، وبها ابتدت حياتي. يوم عرفت صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي نبضه يغني وينادي. يوم عرفت الفادي. حياكم المسيح، فقرة جديدة من قضايا وحلول. اليوم نتكلم عن حقوق الطفل عندنا بالسعودية. طبعا لا تضحك لأنه ما عندنا حقوق للطفل ولا للمرأة ولا لأحد. عندنا الطفل إيش تسوي فيه؟ تأمر بالصلاة على 7 وتضربه على 10. أعرف واحد صاحبي أبوه حرق يده بالسيجارة علشان الصلاة. للأسف الطفل عندنا ينضرب بالشبشب والعقال، والبنت لما تكبر وتتخرج من الجامعة وتشتغل أبوها يرفض يزوجها. عشان إيش؟ عشان يأخذ راتبها. وكثير قصص محزنة صارت بسبب هذا الأمر، وبنات كثير انتحروا.
طبعا هذا كله بسبب تعاليم الإسلام اللي تقول في حديث لابن ماجة عن رسول الإسلام، تقول إيش الآية الحديث هذا؟ أنت وما ملكت لمين لأبوك. طيب ما هو رأي المسيح بخصوص الأطفال؟ الحل يعني نبغى الحل عند المسيح. المسيح يقول للتلاميذه لما حاولوا أنه يمنعوا الأطفال من التقرب له، قال لهم المسيح: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن مثل هؤلاء ملكوت السماء. متى 19:14. أكيد تعليم المسيح السامية هذه جعلت الغرب في أحسن حال من حالنا، هذا على الرغم أنه عيالنا أذكى من عيال الغرب، لكن عيال الغرب وأطفالهم يعاملون باحترام ويمنع ضربهم، فتنمو شخصيتهم ويكونون أكثر ثقة بالنفس من عيالنا. ترى الضرب مو بس أنه مو كويس للعيال، ولكن برضو حتى الخيل والحيوانات، الخيل اللي ينضرب تلاقيه يشفل من أي حركة، وهم بعد عيالنا. لكن الخيل اللي تعرف أنه صاحبها يحبها وما يضربها ترجع له لو طاح منها، لأنها عارفة أنه صاحبها يحبها وما يضربها. ترى والأطفال نفس الشيء، يحبون اللي يحبهم، وترى يشعرون يحسون فيه، وهذا شيء طبيعي ما يبغى له ذكاء. صلاتي علشان أطفالنا، الرب يعطي شعبي قلب لحم بدل الحجر على العيال، والمسيح يحب العيال ويعدهم بالملكوت يعني الجنة. تخيل انك اليوم انت واقف قدام واحد ضامن الجنة لو مات تلك اللحظة لا سمح الله، الطفل لما يموت على طول على الجنة. صلاتي انه شعبي ينظر للأطفال مثل ما المسيح ينظر لهم. آمين. الرب يبارك بجميع أطفالنا. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنه قال لي كل يوم وين إلهك. يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد، وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجى يا الرب، فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في، علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك، يبدي الرب لي رحمته في النهار وفي الليل ترافقني ترنيمته. صلاة لإله حياتي أقول لله صخرتي، ليش نسيتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذ إنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك. Thank you.
أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. يدعي بعض البعيدين عن تعاليم السيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا، فكل واحد يغلط ويخطئ بكيفه وعلى هواه، لأن المسيح غفر له كل ذنوبه. فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا لفعل الخطايا؟ ومن ناحية أن المسيح مغفور له كل خطاياه، فهو بدون شك مغفور له كل خطاياه. فدم المسيح الطاهر يغفر خطايا الماضي والحاضر وكل خطايا المستقبل مهما كانت، وهذه حقيقة مسيحية ثابتة لا جدال فيها. فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب. وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي. فالمسيحي الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه. فالآية تقول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وفي رسالة يوحنا: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداء وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب. نعمة كبيرة جدا، لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر. وكل ما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله، كلما ازداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعماله وتصرفاته وسلوكه وتعاملاته في الحياة. فالنعمة أبداً ما ترخص الخطية ولا تقلل من شأن القداسة، بالعكس فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس. فإحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان، لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح، وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب فإنه إيمان ميت بدون فائدة، يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا. فإذا قال أحد إن له إيمان وما له أعمال فإيمانه أكيد ميت، واللي يدعي إن له إيمان وما له أعمال فهذا إيمان ادعائي ونظري وللأسف ما له أي أساس. فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا، لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل. فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل، فأنت في المسيح خليقة جديدة. فإذا قبلت المسيح وما تغيرت فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلاً. فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة. ممكن جدا نسقط في الخطيئة، لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله. أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا. وأي واحد يعتقد أن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلاً. فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك. لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح ومع أنه ضامن الخلاص، ألا أنه يفعل الخير حب للناس وتشبه بالسيد المسيح، ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له. حب الخير للخير ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح. فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس، ويتحرر من قيود الخطية فما تعود مسيطرة عليه ما دام يسلك
في طريق المسيح. وحتى إن حدث وتعرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته، فيواجهها بصلابة وإيمان، وانخانت إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط، لازم يندم، يندم على خطيئته ويتركها ويرجع بسرعة لله ويتوب، فيغفر الله له كل خطاياه الماضية والحاضرة بعد أن تاب وندم. أما المقتنع بأن المسيح غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طول بعرض لأن ضامن الأبدية، فإيمانه للأسف باطل وغير نافع، لأن بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه، ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته، وبالتالي يحرم من الخلاص. فالاستهانة بالخطية استهانة بدم وعمل المسيح نفسه. إذن خلاص المسيح نعمة تبعدنا عن الخطية وتحاربها فينا ومش العكس، وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله. أعزائي المشاهدين، حلو جدا الشعور بنعمة المسيح، حلو جدا أنك تشعر أنك تثمر، حلو جدا أنك تشعر أنك تتغير، حلو جدا أنك تشعر أنك إنسان نقي وجديد في المسيح. وأشكركم لمتابعتكم، والسلام ختام، وحياكم الله، وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. شكرا. مشاهدين الكرام، والآن وصلنا إلى فقرة الاختبارات. والاختبارات يعني واحد مسلم صار مسيحي بيحكي لنا قصته. هذا الاختبار وصلني من المهندس عين ألف، مش هقول الاسم. يقول: أسعد الله صباحكم بعطر ورحمة سعادة الدكتور خالد، أنا والله مسرور ومتفائل كثير بمعرفتي بدين جديد. أنا ولدت مسلم وعشت في بلد متشدد بالإسلام، ولكني تعرفت على المسيح بالسر وقرأت عنه ولاحظت الفرق الكبير بين الإسلام والمسيحية. كنت أعشق أن أطلق على نفسي أنه اسمي مسيحي. هي صحيح، كلنا إحنا لما نصير مسيحيين، كنا مسلمين صرنا مسيحيين، نبغى الناس كلها تعرف أنه إحنا مسيحيين. وأقول بياناتي أفضل أن أكون بها شيء من المسيح، مثل مطلع 2009 حين كنت أزور أحد الدول العربية والتي يغلبها الدين المسيحي. رأيت المحبة والسلام، رأيت الصدق والوفاء في مطلع 2009 حتى نهاية 2014. عشت في أحد الدول الأوروبية، تعرفت على أحد أصدقاء من الدين المسيحي النقي الذي والله ما فكرت به أرى الأمان، سواء من البشر الذين يتبعونه أو من ذكر اسم المسيح به. أنا الآن يا دكتور أريد أن أعلن عن ديني الجديد، أمين، ولكن أخاف أن أقتل من أهل الإسلام. أنا أعيش في المملكة العربية السعودية وقد قرأت الكثير عن اعتناق هذا الدين وما حصل له من تنكيل وتعذيب. لا أصدق بأن الرب يدعو عباده لقتل من أراد اعتناق دين آخر، ما قدر أصدقها يعني. أريد منك أنك تساعدني يا دكتور، أنا لم أعود إلى الإسلام، لقد وجدت الظلم فيه هناك، ووجدت التمييز والعنصرية وكل أنواع الاستبداد. أنا لم أكن أصدق بأن المسيح نور عقلي إلى الحق، رأيته في المنام بعد أن قريت أقريت بترك الإسلام، وعدني بالأمان وأنا مؤمن به، آمين. أرجوك يا دكتور، أنا أصلي في السر وأنا خايف أن أعمل في وظيفة مرموقة في مش هقول، والحمد لله، ولكن أترك كل شيء خلفي لأجل المسيح. أنا أريد الأمان بين الناس، لا أريد الغش والتدليس. آمين. أنا كنت مثلك،
ما كنت مبسوط إني أخبي إيماني والظلم هذا وكل هذا وجدته في بلد الإسلام. يعني يقول إنه الظلم والغش والتدليس موجود في بلاد الإسلام، ويشهد الرب إني ما أجد أي نوع من هذا في الدين المسيحي. آمين. أرجو من الرب أن يساعدني ومنكم. آمين. حبيبي أطلب منك أن تتواصل معنا وتستمر بالتواصل معنا، وأكيد في حلول، وإحنا حنصلي من أجلك. وإنت صلي، ترى الرب يحبك ويبغى يسمع لك مباشرة، بس إحنا حنصلي أيضا من أجلك. فأمين، الرب يبارك لك ويجعلك بركة لكل من هم حولك ويستخدمك. وكل من يشاهد الحلقة يشاركنا بالصلاة من أجلك. نقول آمين، الرب يستخدمك ويباركك. آمين. أحبتي المشاهدين، الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. الوقت ضيق والمحبة ما لها حدود، ولكن نترككم مع فقرات وبرامج أخرى على هذه القناة المباركة، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. كان معكم مضيفكم الدكتور خالد الشمري، وفي أمان المسيح.